السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. مرحبا بكم فيديو جديد، وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله هنقدم لكم وصفة لإزالة الشعر باستعمال الرماد. إزالة الشعر، تقليل من نمو الشعر، ايضا عدم شعور بالآلام اثناء إزالة الشعر. وصفة عملت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وعلى الانستغرام، كل يتحدث عن هذه الوصفة. سأعطيكم جميع التفاصيل الخاصة بهذه الوصفة ومدى فعاليتها. الناس الذين يشاهدون قناتي لأول مرة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني الموجود أسفل الفيديو، أيضا تفعيل الجرس للتوصل دائما بجديد الفيديوهات. بالنسبة لهذه الوصفة سنحتاج فيها فقط للرماد. بالنسبة للرماد، هو الناتج عن احتراق الفحم. عند احتراق الفحم بشكل تام يترك لنا رماد بهذا الشكل. كما تلاحظون هنا عندي رماد ولكن فيه قطع كبيرة وقطع يعني غير متساوية مع بودرة ناعمة. سأحاول غربلته أو نخلي هذا الرماد حتى نحصل على بودرة ناعمة جدا، وهي التي سنحتاج في هذه الوصفة. سيصبح عندنا الرماد بهذا الشكل كما تلاحظون معي. هناك طريقتين لعمل هذه الوصفة. الطريقة الأولى، نقوم بأخذ الرماد ونقوم بوضعه بهذا الشكل على المنطقة التي نريد إزالة الشعر منها، ونقوم بالفرك بشكل جيد، فرك المنطقة لمدة 3 إلى 5 دقائق، يعني تأخذون مدة كافية من فرك المنطقة بالرماد بهذا الشكل، منطقة التي فيها شعر بهذا الشكل. هذه الطريقة لأنكم تقومون بحركات دائرية للشعيرات الموجودة في هذه المنطقة، تلك الشعيرات الصغيرة. وهذه الطريقة يعني كأن هذه الشعيرات تصبح ضعيفة وتصبح سهلة إزالتها بدون آلام. يعني نستمر على أخذ الرماد ودلك البشرة بهذا الشكل كما قلت لمدة 5 دقائق. هذه الطريقة كما تلاحظون يعني الشعر يصبح خفيف ويصبح رقيق وتصبح الشعيرات يعني جد سهل إزالتها. بعد ذلك نقوم بأخذ آلة الخاصة بإزالة بنتف الشعر، أو نقوم بأخذ الحلاوة ونقوم بوضعها على الشعر دون غسل الشعر من الرماد. نقوم بوضعها وإزالة الشعر بكل سهولة. سأريكم طريقة إزالة الشعر. أنا سأستعمل الحلاوة. سنحتاج إلى ورق بهذا الشكل، يباع عند محلات بيع المكياج. وسنحتاج إلى الحلاوة. أنا عندي حلاوة صنع منزلي، سأشاركها معكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة. هذه حلاوة صنع منزلي. هنا عندنا اليد الذي وضعنا عنها الرماد، عليها الرماد، وقمت بعمل حركات دائرية جيدا على اليد. سنقوم بتطبيق الحلاوة بهذا الشكل. بعد ذلك سأضع هذا الورق ونقوم بالضغط عليه بشكل جيد، وسأقوم بنزعه بعكس نمو الشعر كما تلاحظون معي. يعني لا يوجد آلام أثناء إزالة الشعر ويزال الشعر بشكل جيد جدا. هناك أيضا من يأخذ الرماد ويضعه على هذه الشعرات ويقوم بنتف الشعر بهذا الشكل. بهذه الطريقة سيزول الشعر، لأن هذه الشعيرات أثناء يعني عمل حركات دائرية بها مع الرماد تصبح ضعيفة ويصبح سهل إزالتها. وأيضا الرماد يعطيكم طبقة سميكة على بشرتكم، بذلك لا تشعرون نهائيا أو لا يكون هناك آلام أثناء إزالة الشعر. هذه بالنسبة للطريقة الأولى لإزالة الشعر بالرماد. هناك طريقة ثانية، هناك من يخلط الرماد مع القليل من الحليب ويقوم بعمل حركات دائرية على بشرة الجسم. نفس النتيجة تكون، سواء قمتم بخلط الرماد مع الحليب وقمتم بعمل حركات دائرية على الجسم، أو قمتم بعمل الرماد فقط لوحده بحركات دائرية على الجسم. لماذا هذه الوصفة يعني تقلل من نمو الشعر أو يعني تقلل من نمو الشعر في الجسم؟ لأن هذه الوصفة
لأن أصلا نتف الشعر أو إزالة الشعر من الجذر من الأشياء التي تقلل نمو الشعر، فهذه الوصفة ستساعدك على نتف الشعر أو إزالته من الجذر بكل سهولة. وبعد إزالة الشعر بشكل تام من الجسم ومن اليد أو من المنطقة التي نريد إزالة منها الشعر، فيمكنكم دهن الشعر بماء الورد، رشه بماء الورد، أو يمكنكم عمل أي زيت متوفر لديكم في البيت على الجسم، هكذا يترك الجسم يعني رطب ولا يوجد فيه أي التهابات. هذه كل المعلومات الخاصة بهذه الوصفة أو خاصة بإزالة الشعر باستعمال الرماد. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وتكونوا استفدتم من هذا الفيديو. شكرا على تتبعكم، لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ونشره ليستفيد منه العديد من الناس. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم ووصفة قادمة بإذن الله.